وشوشة. انا الحاجة اللي شاطر فيها فهاخد فيها درجة اعلى شوية، هطلع سلمة كمان، ان انا كنت بعمل كذا، طب ما انا احاول ده لقدام الشاشة. وما بيلعبش بره الحتة دي، انا بجيب الضيف الممثل فلان او الممثلة فلان واتكلم معاه في شغله، تصوير فيلم مسلسل اين كان. لكن اجيب قرر ان انا فجأة اعمل برنامج عن الطب وانا راجل مثلا لعيب كورة، طب ايه؟ مربك مربك. وفكرة ان انت بتقدمي للناس، كل ما بتقدمي للناس حاجة دون المستوى، اللي طالع جديد القديم عارف ان دي عارفة، اما حد يدوقك اكلة جديدة اللي هي وهي طعمها وحش او هو طبيخها غلط، انت مش تبقي عارفة هي وحشة ولا حلو. لكن لو انت عارفة طعمها الاصلي هتقولي الاكلة دي مش مظبوطة، الاكلة دي ناقصها كذا. هو نفس الفكرة، الاجيال اللي طالعة جديد والناس اللي بتفرج جديد للأسف عينيها هتتعود ودانها هتتعود على الناس اللي هم دون المستوى، اللي قاعدين ورا كاميرا او قدام كاميرا او ورا مايك. لكن القدام عارفين ده مين واصله ايه وليه اشتغل الشغلانه دي. الخوف كله بقى من اللي طالع جديد. المجلس الاعلى الاعلام دوره الاول ضبط المشهد الاعلامي، شايف ان هو ايه الدور ده؟ صح، في شويه علامات استفهام الحقيقه، بدءا من طبعا هم شخصيات كلهم قيمة وقامة مع حفظ الألقاب ليهم كلهم، مش عايزين ننسى منهم أي اسم أو أي حد، ولكن هو اسمه الإعلام، فأنا ليه أجيب صحفيين؟ يعني أنا لما أنا أقيمك كصحفية أبقى أنا صحفي، أبقى أنا رئيس تحرير، أبقى أنا مساعد رئيس تحرير، فأنا أقدر أقول والله أميرة صحفية كويسة نص نص شاطرة جدا. لكن ابقى انا مهندس بترول واجي اقول لا والله انا مش عاجبني اميره كلامك في المقاله الفلانيه، رايي الشخصي حاجه وتقييمي اللي مبني على اطار معين حاجه تانية. اولا احنا مفيش اطار قوي، الاطار غير واضح. ثانيا لازم ندرك ان الدنيا بتتطور، فزمان كان السقف هنا، بعديها بشويه بقى السقف هنا، دلوقتي بقى السقف بره الاوضه اصلا. فما ينفعش ارجع النهارده بقى. انا مع بعض القرارات اللي اتخذت بايقاف بعض البرامج لاسباب معينه، انا مع ده تماما، لانه في حد ادنى من الاسفاف، في حد ادنى من الصراحه اللي هي بتسمى صراحه او بتسمى سقف اعلاني عالي، والمعايير اللي اعلنت ممشيش ما تمت ما حدش التزم بيها. والدليل على كده اشكال، اسمحي لي ان انا اقول يعني اشكال ضاله بتطلع علينا في التلفزيونات، واصوات ضاله بتطلع علينا في محطات الاذاعه للأسف. للأسف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.